يعني نروح على النادي الأهلي. كان مين اللي شافكوا ومين اللي اكتشفكوا ولا نتائجكوا اللي خليتكوا تروحوا؟ هو النتائج كان في شويه مشاكل كده في المركز، تعرف المراكز كان في شويه مشاكل كده، فدي اللي حصل. ضعف امكانيات طبعا. ضعف امكانيات. فالكابتن شكري محمدي طبعا كان يعرف كابتن سمير عبد ربه الله يرحمه. الله يرحمه. وعملنا مباراه وديه مع النادي الاهلي، وقدرنا الحمد لله اللي احنا كلنا كمجموعه كلها اللي قلت لك عليها ديت اللي احنا نخش في النادي الاهلي. ويعني احنا لعبنا مع النادي الاهلي مباراه وديه يوم الاربع، كنا يوم الجمعه اول مباراه مع النادي الاهلي يعني. نصيب. والحمد لله يعني عملنا انجازات كويسه يعني في الفتره دي. كان سنك قد ايه ساعتها؟ كان 13 سنه ما شاء الله. كنت صغير يعني. يمكن انا لعبت يعني فريق، يعني كنت بلعب الفرقه الفوقيه بمرحلتين. صعب. بس صعب الفرقه مرحلتين. كان في نظام طبعا بتاع الاتحاد الاول انك ممكن لاعب الناشئين يلعب شباب ويلعب فريق اول. صعدت مرحلتين يعني تحت 13 مثلا ممكن تلعب تحت 16. ايوه صح؟ يعني كنا بنلعب 13 و16. وطبعا كان في طبعا توالي بين المدربين. طبعا كان طبعا اول كابتن احمد عبد السلام وكابتن ابراهيم السيد، توليا بقى لحد ما طلعنا الفريق الاول مع كابتن جمال شمس، وبدانا المسيره بقى بتاعتنا في الهاندبول يعني المنتخبات والنادي وكده. وحتى كان اول بطوله افريقيه كانت سنه 89 في دي لعبتها اول بطوله افريقيه كان مع كابتن جمال شمس. الله يرحمه. وكان يعني دي بدايه الخطوه اللي هو يعني للمنتخب الشباب المنتخب الاول. كانت اول نواه بقى ان احنا نعرف كره اليد العالميه. كانت اول نواه ان احنا نعرف كره اليد العالميه. ويمكن كابتن جمال شمس الله يرحمه كان ليه ايادي بيضاء على كره اليد المصريه. والله كابتن جمال شمس كان صوره طبعا المدربين طبعا، لانه ليه فضل كبير على لعيبه كتير جدا في الوسط الرياضي خصوصا في الهاندبول يعني. وقدر ان هو يحقق معانا يعني انجازات كبيره جدا. صحيح. في الفتره يعني بعد 89 بدانا الاستعداد فريق الشباب 90 في المنتخب الوطني، وقدرنا الحمد لله ان احنا ربنا وفقنا في اول بطوله سنه 93 ناخد كاس العالم بتاع الشباب. ودي كانت اول بطوله طبعا، كانت بطوله انجاز كبير طبعا، كان في تنظيم هايل طبعا. يمكن اول بطوله يجي لنا فيها شفت الجماهير كانت عامله ازاي. انا كنت بروح. كان في يعني 40,000 متفرج. احنا طبعا يعني نجمال كان بيحفزنا طبعا في يعني يعني كنا احنا قاعدين يمكن جنب في دار المدرعات اللي هو جنب اللي على طول جنب الاستاد على طول. فكان كنا قاعدين يعني على يعني باصين على الاستاد يعني، فهو يجي يعني يقول لنا يعني بصوا الناس جايين لكم الساعه، يعني كان الماتش الساعه مثلا 8 بالليل. كنت بتشوفوا الناس وهي رايحه زحفه طالعه ماشي من كل المحافظات. طبعا يعني بص الناس من يعني احنا ماتشنا الساعه 8 بالليل والناس من الساعه 1 والساعه 2 الظهر رايحين على المباراه. فطبعا ده كان حافز كبير جدا طبعا. وكان في طبعا تنظيم طبعا من الاتحاد المصري، كان ساعتها الدكتور حسن مصطفى كان مهتم جدا بالفريق. وكان طبعا الجهاز الفني اللي موجود معانا كابتن جمال شمس، كابتن محمد الالفي، والجهاز الطبي اللي كله معانا. فكان يعني بطوله في مصر، واحنا طبعا كان صعبانين عليها الناس. اول مره يجي جمهور لكره اليد بالشكل ده. طبعا طبعا، لدرجه انا عايز اقول لحاجه ان احنا يمكن خسرنا المباراه الاولانيه مع ايسلندا. فاكر خسرنا المباراه الاولانيه.